والآن مع الفزورة الأولى لهذه الليلة، اسم المهنة إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. اتعرف على مهنة أول فزورة مع ميرا اللي بتحب التمثيل. ميرا بتلعب دور بيستفزية أول مرة. أكشن. هس بس، أنا مش عايز أسمع صوت، أنا هنا اللي أتكلم. هس بس. احنا تشرفنا يا ميس. طب تسمح يا ميس فايقة نبتدي الحوار معاكي وتكلمينا عن مهنتك. استنى على جنب شوية لحد مصرف العفاريت دول من قدامي. بص بس، امبارح كنا فين؟ كنا بنحكي ان ابو رجل مسلوق طلع بالسجن 3/4 المدة حسن سير وسلوك. بس وقال مش هيهدالي بال غير لما قرقش العيال. بس بقى، مين ابو رجل مسلوقة ده؟ بس بس ما تقطعنيش. ابو رجل مسلوقة قام في الحال هو واخو جلال، وحد فيكم يسألني جلال ده بقى يطلع مين؟ لا تم رقبته. المهم ابو رجل مسلوقه عمل ايه؟ اتعصب وحمرت شلاطيمه وراح فتح النت عشان يتحبس على العيال الوحشه البايظه اللي ما بتدلعش مساتهم ومش بيحطوا لهم هدايا كل يوم في شنطتهم. عارفين اللي هينسوا ولا يصهينوا على الهدايا؟ ابو رجل مسلوقه هيعمل فيهم ايه؟ هيسلخهم ويمصمص عدمهم ويلعب صلح على وشوشهم، وفي الاخر يكسر العصايه دي على دماغتهم. فاهمين ولا ايه؟ كات. اختار اجابه واحده للفزوره الاولى، اسم المهنه ايه؟ 1، هل هي مؤلفة قصص أطفال؟ 2، هل هي أخصائية اجتماعية؟ 3، هل هي مدرسة في كي جي 1؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة التانية بعد الفاصل، علشان تبعت الثلاث حلول للفوازير في آخر الحلقة على الأرقام التالية.